دكتورة هند سرحان، أخصائية الجهاز التنفسي، أستاذة باحثة في كلية الطب والصيدلة بأكادير. في إطار تكوين مستمر وتكوين دائم لأطباء الجهاز التنفسي، كنقوموا بأيام علمية تقريبا كل سنة. هذه سنة ثالثة على التوالي اللي كنقوموا بهذه الأيام العلمية في إطار مرض انسداد رئوي مزمن، ولا كنسميوه بالفرنسية لا برونكوبنيوباتي كرونيك اوبستركتيف. هذه السنة الثالثة اللي كنضموا فيها هذه الأيام العلمية. هذه المرة هضرنا على تفاقم مرض الانسداد الرئوي المزمن. خدينا في جميع المحاور اللي كتهم لا بريزون شارج ديالو، ولا اللي كتهم تشخيص جميع المحاور، من التشخيص حتى التطبيب، ولا حتى الدواء. كاين مجموعة ديال المتدخلين من الأساتذة الباحثين في جميع التخصصات، أساتذة ديال الجهاز التنفسي، ديال الأمراض التعفنية، الإنعاش والتخدير، أساتذة ديال البيولوجيا. علاش؟ لأن هذا المرض هو ناتج عن التدخين بصفة عامة، كيصيب أمراض الجهاز التنفسي، ولكن بعض المرات العلاج ديالو كيكون مستعصي، وبالتالي كنحتاجوا الأطباء في تخصصات أخرى اللي كيساعدونا على التشخيص ديال المرض وعلى العلاج ديال المرض. لأن هذا المرض هذا هو مرض مزمن، كيصيب كيف قلت المدخنين بصفة عامة، وبعد في المراحل المتقدمة كيكونوا مضاعفات على القلب، كيكونوا مضاعفات، وكتكون بعض المرات حتى هذا التفاقم ديالو كيحتاج للتطبيب ولا الاستشفاء في مراكز الإنعاش ولا مراكز العناية المركزة. مجموعة من المتدخلين اللي كانوا الأساتذة مشكورين، قدموا لنا تدخلات ديالهم، مداخلات كانت جد مفيدة بالنسبة للأطباء في طور التكوين، وحتى بالنسبة للأطباء المتخصصين، ولا حتى الأطباء العامين. دونك عندنا واحد الجمهور مختلف، من الطلبة حتى الأطباء المتخصصين حتى الأساتذة جميعين.